أعدت الحكومة حزمة جديدة من الحوافز لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. وتتضمن المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي التي استعرضها مجلس الوزراء تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ 1 مليار جنيه أو 1 مليار أو 2 مليار جنيه للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة. ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة وحده الأقصى 50 مليار جنيه لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن تكون الغرف المذكورة في نطاق مناطق القاهرة الكبرى والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء والساحل الشمالي. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك على شاشة دي إم سي. أهلا، صباح الخير يا فندم. أهلا، صباح الخير. سيد محمد، في ظل منافسة سياحية عالمية ومحاولة كل دولة أن تستحوذ على أكبر قدر من السائحين خاصة في المواسم المختلفة لما تدره السياحة من دخل كبير في وقت قليل، الدولة المصرية تسعى بكل طاقتها أن تحفز المستثمرين وتعطي لهم تيسيرات من أجل التوسع في الغرف الفندقية ومن أجل وجود حياة سياحية مختلفة ومتطورة في مصر. كيف قرأت المبادرة الجديدة والحزم الجديدة من التيسيرات التي قدمتها الحكومة المصرية في هذا السياق؟ الحقيقة كانت هي مجموعة من، يعني ليست هذه الأولى، لكن هي مجموعة من الحزم الدعم لصناعة السياحة، وكلها كانت بقرارات سيادية، منها من فترة كان دعم المنشآت السياحية والفندقية بتمويل بفائدة 5% بقرار رئاسي من البنك المركزي، وكان لها دور مهم جدا في الحفاظ على البنية التحتية السياحية. كمان مجموعة الاستثمارات اللي تمت في الطرق، وده يهمني ان انا اقوله ان جودة الطرق قفزت في مصر 90 مقعد، كان له دور مهم جدا في ان احنا نحافظ على نصيبنا في العملية السياحية، اضافة مطار سفينكس ومطار مرسى علم اللي كان مطار خدمات بترول ثم اصبح مطار دولي، كل ده اضافت لمصر قيمة سياحية او يعني مكانة سياحية عظيمة المفروض تبقى فيها مصر الاول. لكن الخبر رائع جدا، لان الحقيقة احنا حتى هذا العام بنشتغل ب 14 مليون سائح في العام، من 12 ل 14 مليون، يمكن تهصرنا قليلا السنه دي بغزه، لكن الحمد لله عوضنا وقدرنا نوصل ب 14 مليار دولار دعم، او 14 مليار دولار اللي قدمتها صناعه السياحه الى الخزينه المصريه. لكن يتوقف الامر عندنا ان احنا ممكن نجيب اكثر من هذا العدد، لكن دايما بنصطدم بقله الغرف. يعني مصر محتاجه كثير من الغرف الفندقيه، والاستثمارات دي بقت استثمارات صعبه، لا يمكن ان يتم عملها بالقطاع الخاص فقط، لازم محتاجه دعم الدوله. وخيرا فعلت الدوله بانها اخيرا استجابت لهذا المطلب، لاني كيف الطالب طالبني ب 30 مليون سائح؟ وده شيء سهل جدا، احنا ممكن نعمل 30 مليون سائح ب 30 مليار دولار خلال 26، وده رقم بقول لحضرتك سهل جدا، لكن احنا في ظل بنية تحتية سياحية متبسلة في عدد الفنادق صعب جدا، لانه المنشآت بقت غالية جدا. اعتقد ان قرار مجلس الوزراء قرار رائع جدا، هيبقى له مردود سريع جدا في انها مصر تحصل على نصيبها، لان كل المقومات السياحية موجودة في مصر حاليا من طرق استقرار سياسي، لكن كانت دايما بتواجهنا مشكلة الغرف. مصر تحتاج الى غرف كثيرة جدا، خاصة في الأقصر أسوان والسياحة الثقافية والبحر الأحمر، وكمان عندنا مجموعة من الفنادق مغلقة لازم ندور عليها. يعني عندنا حوالي 4 أو 5 فنادق في الأقصر أسوان، فنادق رائعة الجمال مغلقة. انا بطالب من خلال برنامج حضرتك انها تتفتح فورا، لانها وهذا هو ما نصت عليه المبادرة السياحية، ان هذا الدعم وهذه الحزم تتضمن سواء إنشاء غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة أيضا من أجل إعادة تشغيلها وفتحها مرة أخرى. ده حقيقي، احنا محتاجين هذه الغرف. يعني شيء جميل جدا أن يبقى عندنا طلب عالي، وإحنا النهاردة بنشتغل على جنوب شرق آسيا، يعني التنين السياحي الجديد القادم بقوة،
والصين واليابان وكوريا الجنوبية، الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية عاملين دعم قوي جدا لصناعة السياحة، عوضونا بعض المشاكل في أوروبا الغربية، لكن يتبقى برضو هذا الأمر زي ما قلت لحضرتك، يجب أن نتحرك سريعا. محتاجين بعد شبكة الطرق الرائعة اللي بتنعم بها مصر، بعد مجموعة الاكتشافات الرائعة اللي بتنعم بها مصر، بعد حالة الاستقرار السياسي الجميلة اللي تمت، بعد قرار السيد الرئيس، وده شيء مر على الكثير مرور الكرام ما حدش خد باله منه، ان السيد الرئيس اصدر قرار بتحويل الاقصر واسوان والغردقة الى محافظات خضراء على هامش مؤتمر المناخ اللي عقد في شرم الشيخ. كل هذه الامور كان لها دور مهم جدا. بقي امر مهم جدا برضو كان نفسي الاعلامي يعرف قيمته قوي قوي، وحضرتك ان شاء الله تخليني تساعدني في هذا الامر. قرار الدوله بالغاء قانون الطوارئ كان واحده من افضل وسائل الجذب السياحي. الدوله التي تستطيع ان تحمي ضيوفها بدون قوانين استثنائيه بلد قويه ومتمكنه، وكان له دور قوي جدا في عوده السياحه الى مصر. كمان مجموعه الاحداث المهمه جدا اللي تمت، سواء افتتاح قرار السيد الرئيس بتحويل الاقصر الى متحف عالمي مفتوح على هامش، افتتاح طريق الكباش، سواء ترقب العالم للمتحف الكبير، كل هذه الامور وصلنا العدد اللي احنا بنقول عليه السنه دي ل 14 مليار دولار. اعتقد لولا احداث غزه كنا ممكن نوصل ل 16 مليار دولار. العام المقبل ان شاء الله انحصاراته بتقول ان احنا هنلامس 18 مليار دولار، وده الرقم برضه مش اللي بنحلم بيه. احنا هدفنا سنه 26 يبقى فيه 30 مليون سايح، 30 مليار دولار بهذه المبادره القويه. نعم، سيد محمد عثمان رئيس لجنه تسويق السياحه الثقافيه في الاقصر كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.